مساء الخير. هل التردد أم التباين أم العجز وراء تعثر المجتمع الدولي في لعب دور فعال في حسم الأمور في البلدان العربية التي تشهد احتجاجات؟ وهل صحيح أن خيارات المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأزمات محدودة حقا؟ في سوريا التظاهرات تتوسع وتتمدد، والنظام لم يتعب من المواجهة ولم يتراجع عن الحل الأمني. ما هي المخارج الممكنة للمأزق في سوريا، لا سيما وسط تعثر خطوات معارضة الخارج؟ أما في مصر، هل تتمكن جمعة الحسم من أن تحسم مشاكل وأزمات كثيرة؟ وهل الحلول للمشاكل التي تواجهها الثورة في تظاهرات ميدان التحرير؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الثقة بين المحتجين والمجلس العسكري؟ الجهات الأربع تناقش هذه المواضيع مع ميشيل دان، مديرة مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي للولايات المتحدة. معنا أيضا سامية هاريس، كاتبة وناشطة سياسية أمريكية مصرية ومؤسسة ورئيسة جمعية الديمقراطية لمصر. معنا أيضا نجيب الغضبان، ناشط سياسي أمريكي سوري وأستاذ في جامعة أركانسو الأمريكية. ومن نيويورك نرحب بالخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط ألوف بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نيويورك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. أهلا بك ميشيل. ميشيل، أبدأ ب يعني سوف نتناول طبعا الموضوع السوري والموضوع المصري، إنما قبل ذلك العامل الدولي وراء أو دوره في الاحتجاجات في العالم العربي. يظهر أنه العامل الدولي لم يستطع أن يحسم، أن يساعد المعارضة على أن تحسم، ولم يستطع أيضا أن يكسر النظام. هل يمكن القول أن الغرب، أتحدث عن الغرب بالتحديد، بات عاجزا عن التدخل في أزمات العالم؟ أعتقد أن الغرب والولايات المتحدة بخصوص لا تريد أن تكون يعني العامل الأبرز يعني في كل هذه التطورات. أن الولايات المتحدة تريد أن تؤيد الاحتجاجات والحقوقيين يعني في البلاد العربية، ولكن الرئيس الأمريكي الرئيس أوباما مثلا يريد أن الشعوب العربية يعني أن هم يعني يأخذوا القرار أنفسهم. يعني الولايات المتحدة تنتظر الشعوب أن تقرر. طيب، بس في سؤال. نعم. أنه هذا الوضع يؤدي إلى مرحلة طويلة ميشيل من اللا استقرار، بمعنى أنه يظهر أن الأمور تمتد. إذا طلعنا ليبيا، اليمن، سوريا، مصر وتونس حالات أكثر خصوصية، إنما طب كيف يمكن الحسم؟ نعم. لماذا الغرب ينتظر سنوات مثلا؟ طيب، بمرور الوقت واستمرار الاحتجاجات هناك سلبيات وإيجابيات. مثلا بالنسبة لليبيا وأيضا بالنسبة لسوريا، السلبيات يعني السلبية الكبيرة طبعا هي يعني الأرواح، يعني أن هناك ضحايا إنسانية يعني كبيرة يعني في هذه في ليبيا وفي سوريا. الإيجابيات أن هناك تطور سياسي، شاهدنا مثلا في ليبيا أعتقد يعني تطور سياسي كبير بالنسبة لتطور قيادة المتمردين الليبية، فهذا شيء إيجابي. فالآن يعني الولايات المتحدة اعترفت بالقيادة الليبية يعني قيادة المتمردين، وهذا بسبب التطور السياسي، التنسيق السياسي اللي يعني حدث بسبب أن كان هناك يعني وقت حتى. نعم. طيب، سوف نعود إلى استوديو بهذا الموضوع. أنتقل للترحيب بألون بن مئير. أهلا بك أستاذ ألون في الجهات الأربع. السؤال نفسه، إنما يطرح البعض سيد بن مئير بأن التباين أو التردد سببه أن هناك خلافات مع
بين أعضاء المجتمع الدولي، يعني لا سيما الموقف الروسي، لا سيما الموقف الصيني، وذلك من حركة الاحتجاج كافة. يعني يظهر أن روسيا والصين غير راضية عن ما يجري في العالم العربي. هل برأيك هذا هو سبب التردد الدولي أو التعثر الدولي في حركة الاحتجاج العربية؟ أعتقد أن ذلك لابد أن يلعب دورا، ولكن يجب أن نفهم أيضا أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على أي حال الاتحاد الأوروبي لديهم مصالح مشتركة وحتى أجندات مختلفة في الدول العربية. أمريكا يقلقها ما سيحصل بعد الإطاحة بالنظام مثلا ببشار الأسد، ولذلك حتى الآن لم يطالبوا بوضوح برحيله، في حين في حال ليبيا وصلوا إلى نقطة العودة وطلبوا برحيله. مصلحة أمريكا تختلف من دولة عربية إلى أخرى، وبالتالي الاستراتيجية التي تعتمد ستكون مختلفة. ولكن ما هو مشترك وما أعربت عنه أمريكا هو أن الشعب يحق له أن يطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، وأمريكا والغرب يدعمون هذه الناحية بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص يختلف التعاطي مع كل دولة وفق تقييم حالة كل دولة. وكما قلت سابقا، عمليا كيف يمكن أن يتم ذلك أستاذ بن مئير؟ عمليا يعني نرى اليوم أنه الدعم لا يزال يقتصر على الكلام، علما أن العقوبات وتجارب الدول الغربية مع العقوبات أن العقوبات لم تكن ناجعة ولا مرة ولا مع أي دولة إلى حد ما. العقوبات لديها تأثير على الوضع في سوريا، وكان لديها تأثير أيضا في ليبيا وأماكن أخرى. ولكن كما قلت، أنا لا أتفق بالضرورة مع المقاربة الأمريكية أو الأوروبية. بشار الأسد مثلا لم يعد الآن لديه الشرعية ليبقى في السلطة، وبرأيي يجب أن تبذل كل الجهود لإبعاده، لأن وقع وتأثير إبقائه في السلطة الآن قد تكون أسوأ من الإطاحة به. وبالتالي أمريكا والغرب لا يمكنهما أن ينتظروا إلى ما لا نهاية ليسمحوا للأسد أن يقرر ما سيحصل تاليا. عندما لم تعد الشروط مقبولة في سوريا، وعندما يستمر قتل المدنيين، لم يعد هناك من سيناريو يسمح للأسد أن يستمر في دوره ويستمر في علاقاته مع المجتمع الدولي. هذا غير معقول، وبالتالي أمريكا والمجتمع الدولي عليهم أن يضغطوا على الأسد للإطاحة به في أقرب وقت ممكن. أستاذ بن معير، هل يكفي أن تقول الولايات المتحدة للرئيس الأسد ارحل حتى يرحل برأيك؟ ليس بالضرورة طبعا، ولكن طالما أنه يشعر أن أمريكا لم تطالبه بوضوح بالرحيل الأمر يتغير، لأن ذلك يعني أن أمريكا ما زالت تعتبر أن بقائه في السلطة هو أفضل الشرين، وبالتالي سيستمر في التشبث بالسلطة. ولكن عندما يصبح واضحا بالنسبة إليه أن الغرب وأمريكا لن يدعمه مهما كانت الظروف بعد اليوم، يتغير الأمر. طبعا هناك عامل آخر هو الدول العربية، ليس من دولة عربية باستثناء قطر تكلمت عن سوريا حتى الآن، وذلك أيضا يشجع بشار الأسد في الاستمرار في القيام بهذه الحرب الشنيعة ضد شعبه. سوف ندخل أستاذ بن مائير بتفاصيل الموقف الإقليمي، إنما دعني أعود إلى الاستوديو وسوف أرجع إليك. سامي هارس، أهلا وسهلا في الجهاد الأربع، أنت لأول مرة معنا في هذا البرنامج. هل تشاركين ميشيل دان وألون بن مائير على موقفهم من الدور الدولي؟ بمعنى يقول البعض أنه خيارات المجتمع الدولي أصبحت محدودة، يعني مجموعة أزمات دولية قالت بتقرير مؤخرا الخيارات
محدودة ومحدودة جدا، وكانت تتحدث عن الموضوع السوري مثلا. أيوة، أولا شكرا لدعوتك، وبعدين لو سمحت لي بس ثانية واحدة أخذ لأن أحيي الشعب النرويجي ونقول لهم أن إحنا نأسف جدا على ما بيحصل لهم. هم شعب سالم عن انفجار أمام مقر رئاسة الوزراء. هم شعب سالم ولا يستحقوا إلا السلام، ونحن نأسف وواقفين معهم كإنسانية يعني من أمريكا ومن مصر ومن جميع العالم. دون أدنى شك. بدون شك يا. فنرجع تاني للموقف الخارجي، سواء أمريكا أو الموقف الأوروبي. يعني هو في تأخير، في تأخير لإعلان الموقف والحزم في الإعلان، زي ما حصل بالضبط من الولايات المتحدة لمصر. ما طلعتش أمريكا بسرعة وتقول إحنا واقفين مع مصر. لم تأخذ أياما بالنسبة لسوريا. سوريا تقريبا خمس شهور. أيوة عندك حق. دلوقتي هو الحق يعني المفروض الدول الأوروبية والولايات المتحدة كلنا نقف مع حقوق الإنسان. من حقوق الإنسان أنهم يبقى لهم ديمقراطية، يبقى لهم حرية في بلدهم. وأي قائد يدي لنفسه الحرية أنه يقتل أهله عشان يحافظ على المكان بتاعه، على الرئاسة بتاعته أو الحكومة بتاعته، يبقى قائد فقد الشرعية، فقد الشرعية الإنسانية، فقد الشرعية القانونية، فقد أي شرعية تماما. وده اللي حصل مع بشار. ليس فقط مع بشار، أنا أريد أن أضيء قليلا على الموقف الليبي. أنه اليوم جوبي يتحدث عن بقاء القذافي في ليبيا، روسيا تتحدث عن تسوية مع القذافي. أنت برأيك أنه القذافي تمكن من لي الذراع الغربية؟ لا، تمكن والله أن ينتصر على الدول الغربية؟ لا، دي كلها عملية تعطيلية، بس بيلعبوا في الوقت الضايع زي ما بنقول. ما أعتقدش أنه هم في النهاية هيكسبوا. أعتقد الشعب العربي كله والأفريقي والأسيوي دلوقتي عنده صحوة ديمقراطية، مش هيقفوا على الباطل، هيفضلوا يحاربوا لحد لما يكون عندهم نفس الحقوق، نفس الديمقراطية، نفس الحرية. ماذا تقولين عن ما ذكره ألون بن مائير عندما تحدث عن الموقف الأمريكي؟ يعني الولايات المتحدة لا تزال تخاف، يعني تفتش عن أهون الشرين. أنا أعتقد الولايات المتحدة المفروض أنها تقف مع حقوق الشعب. صحيح هي لها مصالحها، إنما لا أعتقد أبدا أن مصالح الولايات المتحدة بتمشي ضد أو عكس مصالح حقوق الإنسان. المفروض إحنا هنا بنحافظ على ديمقراطية في أمريكا، المفروض نقف مع الديمقراطية في أي شعب تاني. حقوق الإنسان حقوق عالمية. بس قناعتك أنت الموقف الأمريكي كما قال ألون بن مائير لا يزال ضعيف، يخشى أو يلعب على أهون الشرين؟ هو يعني هم معذورين بس مش معذورين. الأمريكان معذورين لأن مش هيقدروا يبعثوا جيش، أو مش هيقدروا يبعثوا سلاح، مش هيقدروا يحاربوا لكل بلد عايزة حريتها. ده هتيجي من الناس نفسهم، من أهل الشعب نفسه. إنما في نفس الوقت ممكن يقولوا إن إحنا ما بنقفش مع أي سياسة بتخالف حقوق الإنسان ببساطة. يعني أنا بدي أعتذر منك، لم تتمكن تتحدث من هذا الفاصل، إنما بعد الفاصل فورا أعود إلى نجيب الغضبان. أعزائي المشاهدين نتوقف في استراحة أولى، نعود بعدها إلى نجيب الغضبان ومتابعة هذا الملف، فابقوا معنا. من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع. أبدأ معك نجيب الغضبان، أهلا بك في الجهات الأربع. نجيب، بدنا نتابع، أنا ما أستمع إلى رأيك بموضوع الموقف من المواقف الدولية أو العامل الدولي في حركة الاحتجاجات. يعني بصورة عامة أتفق مع ما طرحه الزملاء بشكل عام بالنسبة للتباينات الموجودة، بالنسبة لدور عامل المصالح في التعاطي مع هذا الأمر، ولكني أقول بأنه بشكل عام الرؤية لو نظرنا من الشرق الأوسط إلى هذه المواقف، هناك شعور بأنه في تردد، هناك شعور بأنه ليس هناك قيادة. يعني أنا في اعتقادي يمكن للولايات المتحدة أن يكون لديها قلق مشروع تجاه ما بعد الأسد، تجاه كثير من التغييرات مثلا في الحالة السورية، ولكن كموقف عام يعني مبدئي يجب أن يكون مع حق الشعوب
في التغيير السلمي الديمقراطي، وعلى الأقل مواقف يعني أوباما تأخر، رأينا هذا في كل الحالات، وعندما أعطى يعني الكلمة اللي تعاطى فيها مع العالم العربي أعتقد كان محتواها جيد. نريد أن نرى قيادة أكبر، يعني أنا أركز هنا على نقطة أساسية. يعني المشكلة أنت تراها في المعارضات؟ لا، مش بالضرورة المعارضات. أنا طبعا لا شك أنه في مشاكل عند المعارضات، في ممكن نحكي عنها، بس الآن أنا أتحدث عن المواقف الغربية وبالذات على الموقف الأمريكي. أنا أعتقد أن أوباما كشخص يمكن أن يعني يعطي قيادة أكبر في دعمه لهذه الحركة التاريخية التي تجري في المنطقة، ودلالات هذا الموقف لها يعني واقع على الأرض. يعني نحن لا نتحدث عن مواقف حيادية. أنت لما يأتي أوباما ويقول على بشار الأسد أن يرحل، هذا يعطي دفعة كبيرة للمتظاهرين السلميين، هذا يعطي بعض الإشارات إلى بعض المترددين داخل النظام على حسم أمرهم. أيضا ممكن أن تردع بعض الموجودين من النظام من قادة الأجهزة الأمنية في استخدام واسع للقمع. يعني عندما يروا نوع من التردد والتباين في المواقف يشعروا أن هناك مساحة لاستخدام المزيد من القمع. هذه الحقيقة النقطة اللي أنا أنتقد فيها المواقف الغربية. أنا متفهم أنه كل دولة تنطلق من مصالحها، كل دولة تتحرك من خلال يعني ما يعني يمكن أن تراك لدور مستقبلي. طب ذكرت حضرتك الموقف الروسي الصيني إلى درجة معينة. من شو مصلحة روسيا أن تقف ضد التغيير في العالم العربي؟ أو ما هي مصلحة الصين أن تقف؟ يعني أنا أعتقد هي قضايا داخلية، هاتين دولتين. داخلية يعني روسيا عندها مشكلة، هل روسيا دولة ديمقراطية؟ يعني هذه ليس هناك أي تعاطف من هذه الناحية. يعني روسيا ورثت أو هي يعني نقيض على الأقل في العلن للاتحاد السوفيتي. أي صحيح، ولكن يعني بوتين والطريقة اللي يدير فيها الأمور في روسيا ما هي، يعني في تراجع كبير بالموضوع الديمقراطي في روسيا نفسها، وبالتالي لا يمكن أن تعطي قيادة في هذا الموضوع، وأنا لا أتوقع من روسيا. بس مع ذلك روسيا يعني تواكب. يعني أنا كنت في زيارة اللي رحنا فيها لروسيا والتقينا مستشار الرئيس، ويعني حقيقة فوجئنا بموقف براغماتي موجود عند القيادة الروسية فيما يتعلق بالشأن، ممكن نحكي عنها بشكل أكبر. بدي أسأل ميشيل نجيب، قال يعني ذكر نقطة جديرة بالنقاش، وهي أنه لماذا الرئيس بوش أو الإدارة الأمريكية لا تكون أوباما عفوا الرئيس أوباما لا يكون أكثر جدية أو قسوة بالطاعة؟ طب سؤالنا أنه إذا قال أوباما للرئيس الأسد ارحل ولم يرحل الرئيس الأسد، نعم، شو بتكون النتيجة؟ نعم نعم نعم، هذه النقطة يعني اللي هذه هي مشكلة. وهناك نقطة أخرى، الرئيس أوباما يقول من وقت لآخر الولايات المتحدة لازم تكون مع التاريخ أو على جانب التاريخ، كما نقول بالإنجليزي on the side of history. طيب، كثير من الناس بيفهمون يعني من ذلك أنه يريد أن الولايات المتحدة يعني تقف على جانب المبادئ، ولكن أعتقد أن يعني المعنى الحقيقي، يعني المقصود، أن هو يريد أن يكون على جانب التاريخ. يعني ما سيحدث في 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 سوريا مثلا او في ليبيا، من سينتصر؟ والولايات المتحده تريد ان تكون على جانب بس ما في خشي ميشيل ان يكون او ان تكون الولايات المتحده فوتت او تفوت فرصه ما، بمعنى يعني عودتها الى الشرق الاوسط بطريقه تنسي الناس الصوره النمطيه عن الولايات المتحده الامريكيه. برأيك في فرصة وضاعت أو بعد ممكن استلحاقها؟ طبعاً أنا أعتقد أن هناك فرصة، والإدارة الأمريكية الآن لا what's the word not taking advantage of لم this. مش عم ياخذ مصلحه، يعني لم يستفد لا تستفد الولايات المتحده من هذه الفرصه التاريخيه في الشرق الاوسط. يعني كان يمكن ان تكون سياسه مختلفه، هذا بدي افهمه منك بالنقطه. كان يمكن، ولكن هذا ليس سهل، لان هناك التاريخ، هناك يعني الخلفيه، ان يعني تأييد دعم الولايات المتحده للحكومات السلطويه يعني في الشرق الاوسط، هذا معروف.
طب انا انتقل الى نيويورك مع ألون بن مئير بالنقطه نفسها، يعني انت توافق على قول كتبه فيليب كراولي منذ فتره يصف السياسه الامريكيه بانها ليدنج فروم ذا شادو، ورجع او وصف بليدنج فروم بيهايند، يعني القياده من الخلف، هل انت توافق على ذلك؟ Not quite, because I think, ليس تماما، لأنني عندما استمعنا إلى خطاب الرئيس أوباما حيال الشرق الأوسط كان واضحا، قال إنه يدعم حق الشعوب في اختيار حكوماتهم وفي المطالبة بإصلاح سياسي إلى آخره. المشكلة ليست في عدم دعمه لما يحصل، ولكن بتطبيق ما يقول في دول عربية مختلفة. بالعودة إلى سوريا مثلا، ما يحصل في سوريا قد يؤثر بشكل كبير على الوضع في لبنان، على الوضع في إيران، وطبعا على إسرائيل. وفي هذه الحالة أيضا تركيا تلعب دورا أساسيا، فأمريكا لا تريد أن تأتي بسياسة قد تفشل، وذلك من جراء موقع سوريا الخاص في الشرق الأوسط خلافا لليبيا مثلا أو لليمن. فهنا نرى الصعوبة، ولكنه كان واضحا لابد أن يدعم حركات المطالبة بالحرية وحقوق الشعوب، وهذا ما قاله. ولكن الصعوبة هي في تطبيق ما يقول بطريقة تأتي بنتائج يرحب بها الشرق الأوسط والشعب السوري وأمريكا. سؤالي محدد، يعني أريد أن أعرف منك أنت ماذا تقترح، أو برأيك ما الذي يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به عمليا ومجددا؟ يكون ذلك حسب الدولة. في سوريا برأيي أعتقد أن بشار الأسد فقد شرعيته، لأن الشعب هو الذي يعطي الشرعية للقائد، هو خسر شرعيته ولا يمكنه أن يستعيدها. ولو استمر في السلطة ستكون الأوضاع سيئة، وكلما غادر كلما كان الوضع أفضل. دول كثيرة بما فيها الدول العربية والاتحاد الأوروبي إن طلبت أمريكا برحيله ستقوم بالمطالبة أيضا، لأن الواقع أن هناك قيادة أمريكية. ولكن ومجددا، ما يمكن لأمريكا أن تفعله الآن شيء، ولكن لا يمكنها أن تتدخل عسكريا لإخراج بشار الأسد، ولكن يمكنها أن تفرض الكثير من العقوبات الإضافية، أن تضغط بطريقة أو بأخرى برفع السفير مباشرة أو سحبه أو مطالبة الممثل السوري في أمريكا أن يغادر. المحافظة على السفير يحافظ على نوع من الحوار، مما يعني أن أمريكا ما زالت تأمل أن هناك إمكانية في الحوار مع بشار وإنقاذه. وأنا أقول هذا خطأ، يجب اتخاذ الخطوات للقضاء عليه عبر الضغط. طب ابقى معي استاذ سيد ألون بن مئير. سامية، سوف اعود اليك، اعرف ان لديك ملاحظات على ما قاله يمكن ألون. بدي ادخل ارجع بالسياسه الامريكيه، يعني يلاحظ من ضمن الذي نقول الولايات المتحده لا تتدخل، انما يظهر ايضا ان هناك جانب اخر يظهر انه امريكا لديها سياسه، بمعنى الانفتاح على الاخوان المسلمين لا سيما بالموضوع المصري والمصري تحديدا. انت كيف بتشوفي هذه النقطه من زاويه مصريه؟ بعتقد أنه دي نقطة خطر جدا. المفروض الولايات المتحدة تسيب الشعب المصري يقرر مستقبله بنفسه، ما يكونش في عوامل خارجية تأثر على. دخلنا لكن الآن بموضوع يعاكس الذي نقول، نطالب الولايات المتحدة أن تتدخل. لا. وعندما تتدخل تقولين الآن لي أنه ينبغي على الشعب المصري أن يقرر مصيره بنفسه. لا، في فرق بين الاثنين. في فرق بين أنك بتتدخل بأنك بتساعد حاكم ظالم يقعد في الحكم ويقتل أهله، ويا إما بتساعده يا إما بتغمض عينيك، ما بتعملش حاجة عشان تساعد الشعب أنه ياخد حقوقه.
ده موقف. الموقف الثاني انك تتدخل علشان تحط الاخوان المسلمين او السلفيين او النظام العسكري يبقى هم اللي عندهم السلطه، ده موقف ثاني. لما الموقف الثاني يبقى انت فعلا بتتدخل في البلد بالتدخل المفروض ان انت مالكش فيها، يبقى ده يعني عمليه غير مرغوبه، غير مرغوبه. خلي الشعب من نفسه يقرر على مستقبله. وعلى فكرة دايما لما النظام الأمريكي بيحاول يدخل في دولة عشان ينجح نظام أو آخر، في النهاية بترجع بصورة سيئة على النظام الأمريكي نفسه. شفناها في البلاد اللاتينية قبل كده، شفناها في بعض البلاد العربية، يعني ما بتنجحش بصورة أو أخرى. المفروض ان احنا نكون محايدين، اذا كنا هنساعد بحاجه نساعد بالتعليم في مصر علشان الناس يقدروا يختاروا مستقبلهم بنفسهم. انما لما نرجع للاخوان المسلمين او النظام العسكري او اي نظام اخر، يبقى احنا بنتدخل بطريقه غير مرغوبه في الشعب المصري. اريد تعليقك على هذا الكلام. نعم، يعني انا اختلف، لانه قد تنطبق على الحال السوري. نعم، يعني انا اختلف شوي مع الأستاذة سامية في هذا التقدير. أنا لا أرى ضرر في أنه تقوم الولايات المتحدة بحوار الإخوان أو غير الإخوان كحوارات. هي لا تحاول أن تأتي بالإخوان إلى الحكم، هي بالنتيجة النهائية. أنا أتفق بالجانب الأول أنه الولايات المتحدة يجب أن تكون ضد الدكتاتوريين وأن تدعم حق الشعوب في إرساء قواعد جديدة للنظام السياسي، نظام ديمقراطي يتنافس فيه الجميع على أصوات الناخبين. الولايات المتحدة أنا باعتقادي حتى قبل التغيير كان المفروض أن تكون لها علاقات مع كافة القوى السياسية الفاعلة في المنطقة بما فيها الإسلاميين في سواء مصر أو غيرها. بس إذا حاولت هي فعلا تدفع تيار على حساب آخر، هنا في إشكالية. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة يعني في واردها أن تقوم بذلك. أعود إلى موضوع شوية ميشيل ذكرته كملاحظة، أنه ذكرت أنه الولايات المتحدة ستقف مع حركة التاريخ، بس ما هي نتيجة حركة هذا التاريخ؟ أنا الحقيقة واضح تماما، يعني هل عندك شك دكتورة يعني في أنه شو هي النتيجة؟ أنا لا أعتقد بأي شكل من الأشكال أنه الشعوب هذه ستعود إلى الوراء. يعني موضوع القذافي أعتقد عمل شوية انتكاسة لعملية التحول الديمقراطي الكبيرة في سوريا. أيضا قد يكون يحاول النظام أن يعني يقف، يباطئ العملية، ولكن النتيجة محسومة. يعني أنا أتحدث مع كثيرين من الشباب داخل سوريا رغم القمع الشديد. عفوا على المقاطعة، بس مضطر إلى الذهاب إلى استراحة ثانية، نعود بعدها لمتابعة هذا الموضوع، وسوف أعود إليك نجيب لمتابعة هذا الموضوع. فأبقوا معنا أعزائي المشاهدين. من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع. نجيب أنا عفوا كل مرة يعني يأتي الفاصل حتى أقاطعك، بس نكمل نقطة أخيرة بدي ضوي على الموقف العربي من الأحداث والاحتجاجات لا سيما الموضوع السوري. الموقف العربي جدا مخزي فيما يتعلق بالشأن السوري. لو قارنا مثلا بالحالة الليبية، في الحالة الليبية كان مجلس تعاون الجامعة العربية أعطت غطاء جدا مهم لمجلس الأمن ليتخذ القرار 1973 اللي طبعا كان مهم لحماية المدنية. مين المسؤول عن الموضوع؟ أعتقد بالنسبة لش يعني برأيك أنه السبب الرئيسي للتلكؤ العربي؟ يعني ما في دولة عربية يمكن أن تكون قائدة الآن في المنطقة، وهذه إشكالية. مصر مع التغيير اللي قائم فيها تمر بمخاض عسير. السعودية دائما مواقفها بطيئة ومترددة، وإن كان الآن بس ما كانت مترددة بالموضوع الليبي. لا، هي بالنسبة لليبيا ما كانت صعبة، يمكن مش بدها تعلق على الموضوع، ما كانت صعبة لأنه كانت باستثناء. بس في الحالة السورية بكل أسف يعني في عدة أمور، عدة عوامل. يعني في بعض الدول أصلا مش عاوزة التغيير لأنه التغيير بسوريا حيكون مفصلي لباقي المنطقة العربية. في بعض الدول لسه يمارس عليها ابتزاز من النظام السوري وتخشى، مثل بعض دول الخليج. خلينا نكون صريحين، هذا بدي يعني من خلال العلاقات النظام مع إيران، هذه قضية أساسية. بس هذا لا يعني أنه مثل هذه الدول تأخذ مواقف مبدئية. يعني أنا أحترم مثلا في الكويت كان في بعض برلمانيين أخذوا موقف جيد، كان في قطر الحقيقة، والآن قطر يعني تدفع ثمن لهذا الموقف.
طبعا بجزء كبير بسبب تعاطي النظام السوري، يعتقد انه هذه الدول فعلا يمكن ان تبتز، يعني يعتقدوا انه يمكن اسكات صوت القطر الجزيره يعني في عدم تغطيه الاحداث. ولكن اين الدول الكبرى؟ يعني هذا الانسان اللي يستاهله. تحدثنا قبل قليل عن برايك السعوديين يخشون عمليات ارهابيه من قبل السوريين، اعتقد انه مبالغ فيها. يعني قدره النظام السوري الان على احداث تخريب في المنطقه فعلا فعلا يعني مبالغ فيها. هي قد تكون تنتمي الى حقبه سابقه لما كان النظام السوري قوي وله علاقاته، كل الانظمه في مازق. يعني النظام السوري الان يدافع عن بقائه بشكل كامل. ميشيل، بالنسبة لي السعودية، أعتقد أن السعوديين يعني يخشوا التغيير. صحيح. يعني إذا تم التغيير في مصر والعراق وسوريا، يعني ما هو المستقبل للعربية السعودية؟ يعني هي تقف يعني لوحدها، فهذا يعني السبب. وقضية ليبيا كانت يعني استثنائي. صحيح. هذا بسبب المشكله بين القذافي والملك السعودي. هذا كان شيء يعني القذافي ليس له اصدقاء هي نعم. في المنطقه نعم. طب بدي افهم موقف مصر، انا بس بدي تضوي لي اضاءه على الموقف المصري. كان باستمرار مصر هي اللي بتقود الدول العربيه. ايام ما كانت مصر قويه كانت بتقود الدول العربيه. هلا مصر عندها مشاكل للاسف كتير انها مش في دور القياده، والمجلس العسكري ما بيعلنش بقوه القيادة المصرية للأسف، فغيبة القيادة المصرية غيبة، إنما المصريين نفسهم دائما جنب الحرية، دائما جنب الديمقراطية. فموقف العربي موقف مخزل لكل المصريين. يعني المفروض إن الجامعة العربية تقف مع كل دولة بتطارد الحرية والديمقراطية. وبعدين ما أعتقدش إن هو بشار كبشار لوحده، يعني أعتقد إن هو حزب البعث. طيب احنا لازم نشوف حزب البعث بيأثر على كم دولة ولو مصالح في أنهي كم دولة. حزب البعث كان أول حزب هو اللي شرع إن رئيس جمهورية يورث النظام لابنه. هو اللي ادى سوريا ليس حزب البعث. لا الحقيقة مش حزب البعث. والله حزب البعث. لا لا أنا لا. في اعتقادي هو حزب البعث. وأنت ما هتقدرش تشيل بشار لوحده من غير ما تشيل حزب البعث أو تضعف حزب البعث. حزب البعث مهمش سيدتي منذ زمن طويل. الآن جوهر النظام هو بشار والعائلة والفرقة الرابعة والأجهزة المخابراتية، هذا هو النظام. بشار ما هيكونش له قوة بدون حزب البعث. حزب البعث هو اللي عامل بشار، هو اللي حاطط بشار، هو اللي دلوقتي بيقتل الناس. ما تقدرش تقول لي أنا بدي أستمع بالنقطة الأخيرة قبل أن ندخل بتفاصيل الموضوع السوري، ويعني قد نكون دخلنا به. أستاذ علون بن مئير، هل توافق على كلام السيدة سامية؟ إلى حد ما، ولكن دعني أعود إلى موقف الدول العربية. يجب أن ندرك أن كل دولة عربية أو كل حكومة عربية أو نظام يحاول أن يدافع عن نفسه. ما حصل في المملكة العربية السعودية، الآن هناك قانون جديد مقترح في السعودية سيمنع أي شخص من انتقاد الملك، ويمنع الناس من المطالبة بالحرية، وذلك لأنهم يخشون ما قد يحصل في المملكة العربية السعودية في إطار الربيع العربي. فحتى الآن الأمور ما زال مسيطر عليها في المملكة، ولكن ليس من ضمانة أن ذلك سيستمر. كذلك فيما يتعلق بدول الخليج الأخرى، وخاصة أيضا مع المغرب ودول أخرى في المغرب العربي. أما الوضع في ليبيا فكان أسهل بكثير، لأن ليبيا كانت بعيدة عن هذه المعادلة. ولكن إلى جانب ليبيا، لن تدعم الدول العربية أي حركات حرية، لأنهم يخشون أن تطال هذه الحركة أنظمتهم. أستاذ ألون بن مئير، في سؤال في سياق ما تتحدث عن في نقطة، برأيك أنت إذا شعرت إيران أن النظام السوري مهدد فعليا، مهدد بالسقوط، هل تقف إيران متفرجة على ما يجري في سوريا، أم أنها تتدخل، وبأي شكل يمكنها أن تتدخل؟
أعتقد أنه من المحتمل أن تتدخل إيران وكذلك تركيا. تركيا قالت إنها ستضطر ربما إلى إرسال بعض القوات إلى داخل سوريا لخلق مناطق آمنة للاجئين السوريين، مما يعني تدخل في الشؤون الداخلية السورية، وبالتالي النتيجة قد تكون خطيرة جدا لكل الدول المجاورة لسوريا. لذلك كما قلت سابقا هناك تردد كثير. المملكة العربية السعودية لا تريد أن ترى إيران في سوريا على أنهم يكرهون بشار الأسد من جراء اقترابه وتقاربه مع إيران. اللاعب الآخر هو حزب الله. كيف سيتصرف حزب الله لو أبعد بشار الأسد عن السلطة؟ قد يعمل يعني على إثارة صراع مع سيناريو حرب بين حزب الله وإسرائيل. هل ترى أنت سيناريو، هذا السيناريو الذي يتم الحديث عنه، حرب بين حزب الله وإسرائيل، هل تتوقع ذلك مثلا؟ هذا محتمل وليس بالضرورة بطريقة متعمدة، مثلا بالسماح إلى اللاجئين السوريين الفلسطينيين في سوريا أن يتوجهوا إلى الحدود. كان محاولة لإبعاد الرأي العام السوري عما يحصل في البلاد، ولكن لم ينجحوا في هذه المحاولة. ولكن النظام، أي نظام كان، النظام السوري الأسد الذي لابد أن يحارب حتى اللحظة الأخيرة ليبقى في السلطة، قد يفعل أمورا كثيرة شنيعة فقط للتوصل إلى هدفه. وبالتالي إن صمت جامعة الدول العربية مأساوي، وعدم قدرة أمريكا والاتحاد الأوروبي أن يتصرفوا أيضا سيء، ونعرف أنه ليس بإمكانهم إرسال القوات إلى المنطقة. ابقى معي أستاذ بن مائير، دعني أعود إلى الاستوديو لحظة. أنا بدي أدخل بنقطة مهمة يعني بحول الشأن السوري الداخلي. أنت حضرت مؤتمر إسطنبول المعارضة، يقال أنه نسخ كان عن مؤتمر أنطاليا، بما معنى أنه الانطباع العام أنه مؤتمر عصب التغيير فيهم الإخوان المسلمون. هل هذا صحيح؟ لا مش صحيح. طب كيف بتقلي مش صحيح؟ والانطباع العام يعني، وهذا انطباع قد لا يكون حقيقة، إنما أنه كان هو مؤتمر. اسمح لي قبل ما أدخل بشأن المعارضة والداخلية بس أعلق تعليق سريع، لأنه في معارضين قالوا أنه هذا كان مؤتمر للإخوان. بالنسبة للموقف العربي وبالذات لدول الخليج، يعني أنا أقول صحيح أنه مواقفهم مخزية وعلى غير المستوى المطلوب، ولكن بشكل عام هذه الدول صحيح تخشى التغيير، بس في أيضا خارطة الطريق لهذه الدول التغيير اللي هي الملكيات الدستورية، وإذا بدأت تأخذ إصلاحات بهذا الاتجاه يمكن أن تحفظ أنفسها، غير الجمهوريات اللي وصلت إلى يعني جملوكيات وغيرها. النقطة الأولى. النقطة الثانية، من مصالح هذه الدول أن تدعم التغيير في سوريا، لأنه النظام السوري يسبب لهم إشكالات كثيرة بالنسبة للسعودية وغيرها فيما يتعلق بمواقفه الإقليمية. فهذه حقيقة هي المشكلة، أحيانا وجود قيادات كبيرة في السن، عدم القدرة على الحراك، طبيعة هذه الأنظمة واتخذ قرار. أعود إلى الموضوع، دعني إلى موضوع إسطنبول. هلأ موضوع مؤتمر إسطنبول، الحقيقة سمي شيء اسمه مؤتمر الإنقاذ، والمبادرة كانت من داخل سوريا، وتم العمل على هذا المؤتمر لفترة طويلة. كان من المفروض أنه يصير مؤتمرين في نفس الوقت، واحد في دمشق وواحد في إسطنبول. بالنسبة لدمشق، الشخصيات الكبرى الأساسية هي كانت اللجنة التحضيرية، الأستاذ هيثم المالح، عارف دليلة، وليد البني، منتهى الأطرش، مشعل التمو، بسام إسحاق. هذه الشخصيات. برهان غليون يقول الإخوان المسلمين هم الذين قاموا بالدعوة إلى هذا المؤتمر. لا مش صحيح، مش صحيح. كان الدكتور برهان وكان في نقاش يعني حول هذا الموضوع. هلا اللي صار في إسطنبول إنه كان في الجمهور، كان في وجود إسلامي قوي، وهذا عائد إلى سرعة الموضوع، وما كان في وقت للتحضير له، إنما الرؤية والأجندة والحرص على التمثيل كان كله متواجد. كان هناك في تواجد كردي، كان هناك تواجد ليبرالي، كانوا الشباب متواجدين، بس بكل أسف ما انعكست باختيار اللجنة. كيف بتطمنوا الناس؟ كيف يمكن تبديد هذا الانطباع الذي حصل عن مؤتمر إسطنبول؟ هلا إسطنبول قد يكون أضر بصورة المعارضة السورية. يعني أنا معلش خليني أرجع لقبل، بس باختصار قبل إسطنبول. هلا هذا هو المؤتمر الثالث للمعارضة. بدأنا بأنطاليا، وأنطاليا كانت
متنوع جدا، وأنا حضرت أنطاليا، ثم كان هناك بروكسل ركز على الأوروبيين السوريين، أيضا حضرت بروكسل، والآن حضرت الإنقاذ. هلأ نحن كنا نتمنى أنه يكون في مؤتمر جامع يعني يعكس الطيف السوري كله والتنوع السوري كله وحرص، هلأ كل النشطاء السوريين حرص شديد غير طبيعي على أنه كل السوريين كل مكونات الشعب السوري تكون ممثلة، صدقني، وفي جهود غير طبيعية. هلأ بداخل سوريا في عنا وضع قائم، في هناك تخوف لدى الطائفة العلوية والطائفة المسيحية الكريمة، هذا أمر واضح، ولذلك نحن نقوم بإرسال كافة التطمينات على أنه أنتم جزء من هذا الحراك، أنتم جزء من مستقبل سوريا، وأنتم أيضا عانيتم كما عانت كافة مكونات الشعب السوري، وهناك حرص شديد على أن يكونوا في قيادة هذه العملية. بالمناسبة أول الشهداء اللي سقطوا في سوريا كانوا من المسيحيين ومن الطائفة العلوية في الساحل السوري، هذه نقطة أساسية. هلأ هناك صمت داخل الطائفة العلوية، في صمت سني أيضا بحلب، في صمت سني صحيح حد ما في دمشق، بالضبط، كل موضوعيين بالضبط. ولذلك هي القضية ليست طائفية. أنا ما أود أن أقوله أنه النظام يلعب على اللعبة الطائفية، والحقيقة التصعيد اللي حصل في حمص ممكن نحكي عنه كان جزء لدفع الأمر الطائفي إلى درجة الانفجار، ولكن في وعي كبير من قادة الطائفة السنية والعلوية على تجنب. أنا بدي أستمع إلى سامي هارس وميشيل دان إنما بعد هذا الفاصل الأخير، فأبقوا معنا. الأخير أعزائي المشاهدين، من الجهات الأربع لم أستمع إلى ميشيل وسامية. سامية أريد يعني تعليقا على ما ذكرنا نجيب الموضوع. والله هو وجود الإخوان المسلمين في المؤتمرات اللي أشير إليها بالضبط زي الحال في مصر. مين اللي على الساحة في مصر؟ الإخوان المسلمين. ليه؟ لأنهم منظمين، مش بس مش دلوقتي هم موجودين. حقيقة أو حقيقة أم خيال هذه؟ لا هي حقيقة، بس هي حقيقة، بس اللي بيحصل إن هم اللي بيستمع إليهم. ليه؟ لأنهم منظمين، هم اللي مدربين، هم اللي عندهم التاريخ. إنما هل هم الأغلبية؟ لا. هل الشعب العربي عايز يبقى شعب زي إيران؟ لا. هل مصر عايزة تبقى محكومة أو محكمة من الإخوان المسلمين؟ لا. كان في دراسات اتعملت اوريدي ستاتستيك وقالوا ان يعني الاخوان المسلمين مش مرغوب بيهم من اكتر من 20% في مصر، فمش هم اللي هيكونوا بديل ومش هم اللي هيكونوا ديمقراطيه في مصر، انما صوتهم مسموع. بس لا تعتقدين ساميه انه الانتخابات قد تحسم، هي تحمل الاجابات على متطفضلين به؟ وده يرجعنا الحقيقه للحال في مصر. لو سمحت لي اقول ايه؟ ان كل القاده اللي دلوقتي عايزين يرشحوا نفسهم عشان للرئاسه، بدل ما ينشغلوا بالرئاسه يعلموا الناس، يعلموا الناس ان مجرد ما واحد هو بيدعي نفسه شيخ في الدين مش معناه ان هو بيعرف مصلحه مصر او مصلحه الناس. يبقى في فرق في التعليم، يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه دستور، يعني ايه حقوقكم. مش ان الناس تبدا تخاف، ده اذا ما خدتش ده يبقى قدامك واحد مسيحي، او هيبقى قدامك واحد علماني، او هيبقى مش عارف ايه. وش هو النظام ده اللي حاصل دلوقتي؟ يبقى لازم نوعي الناس. وانا من رايي كل القاده اللي دلوقتي بيحطوا موقفهم ومركزهم على انهم يرشحوا نفسهم للانتخابات، بدل ما يعملوا كده اسال نفسك. انا بحب قوي الرئيس كندي قاله لا تسال ماذا ستعطي بلدك ليك، اسال ماذا ستعطي لبلدك. يعني واحد زي عم موسى، اوكي، هو اقاد اوريدي الجامعه العربيه، هتعوز ايه تاني؟ ساعد بلدك. ساعد بلدك ازاي؟ بانك تنزل الشارع وتعمل جمعيات تعلم الناس يعني ايه الحريه، يعني ايه الديمقراطيه، يعني ايه الدستور. ميشيل، في نقطه اليوم بمصر نشعر انه في ازمه، يعني لا تزال جمعه حاسم كل اسبوع في مشكله، في تظاهره. انت برايك شو سبب الازمه الحاليه بمصر هلا؟ يعني في رايي هذا وقت طبيعي، لأن المحتجين كان هناك يعني أولا
هناك الحكم العسكري بدلا من مبارك، والآن هناك مشكلة ثانية وهو إنهاء الحكم العسكري ويعني التحويل الحقيقي إلى ديمقراطية. فالمحتاجين في مصر بيحسوا أن ليس هناك يعني تغيير حقيقي في النظام يعني حتى الآن، أن الثورة يعني ما نجحت تماما حتى الآن. طيب، فهذا المشكلة، وأعتقد أن القيادة العسكرية تريد يعني أقل تغيير ممكن، يعني تغيير ولكن يعني قليل قليل، والثوريين المحتجين يعني يريدون يعني. بتوافقي على الانطباع اللي ذكرته سامية، بمعنى أنه كأنه في تحالف بين الجيش والمجلس، بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين؟ يعني لا، تفاهم ضمني. لا، لا. حتى أنا أقول تحالف، تفاهم ضمني. من 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 وجهة نظري الإخوان المسلمين يعملون يعني تحالفات مختلفة براغماتية يعني من وقت إلى آخر، ويعني مع ممكن يعني مع القيادة العسكرية أو مع الوفد أو مع البرادعي، فهذا يعني شيء مستمر. أنا مش سؤالي على الإخوان، أنا سؤالي هل الجيش متحالف مع الإخوان المسلمين؟ لا، إذا الإخوان يريدون تحالف مع لا أعتقد. أعتقد أن الجيش يريد أن يحمي مصالحهم يعني، وهذا يعني فأنا لا أرى. سامية تفضل. من فضلك، أنا عايز أقول أن المشكلة الأساسية في مصر الآن هو عدم التخطيط الجماعي، عدم التخطيط الكامل لمصر. دلوقتي مصر من دولة دمرت لمدة 50 سنة إلى دولة حصل فيها ثورات، فدلوقتي كل واحد بيشتغل في المجال اللي بيوجع قلبه، اللي هو مهم عنده. أنا زعلان أنا على المجروحين بروح أتخانق وأتكلم باسم المجروحين، أنا زعلانة على التعليم بروح أتكلم. فالمفروض إن إحنا يبقى لينا خطة شاملة كاملة، المفروض الخبراء كلهم من كل مجال يتجمعوا مع بعض في معهد التخطيط ويعملوا خطة انتقال مصر من ما قبل الثورة وما هي عليه الآن إلى الجيش. له دور في هذا الموضوع برأيك؟ شوف، طالما الجيش موجود وهو اللي مسيطر على الحكم المصري حاليا، الجيش مسؤول. مسؤول يعني ايه؟ مسؤول من ناحيتين، وانت تبقى مسؤول يعني مسؤول كويس بتعمل اللي عليك، او مسؤول ما بتعملش اللي عليك. اي حاجه غلط بتحصل في مصر حاليا، الجيش لازم يتحمل مسؤوليتها، اللي هو الميليتري كونسل لازم يتحول مسؤوليتها، يا كده يسيبوها للمدنيين يعملوها. انما طالما انتم مش عايزين تسيبوا كرسي الحكم وبتقولوا مش هنسيبه الا لما يدخل الانتخابات ونسيبها بعد الانتخابات، بعد رئيس رئيس مدني، يبقى في الوقت الحالي كل ما واحد مصري يتقتل او ينجرح بسبب الفوضى وبسبب عدم وجود الامان في مصر والخلل اللي حاصل دلوقتي، لازم الجيش يبقى مسؤول عنه. ما يقدروش يقولوا احنا مسؤولين ومش مسؤولين. قبل ان اعود اليك نجيب، بدي استمع الى راي الون بن مائير بالنسبه للشان المصري. لما استمع اليك اريد منك تعليق او تقييم على ما يجري اليوم في مصر. استاذ بن مائير، كما نعرف تستمر التظاهرات في ميدان التحرير، وهي تظهر أن الشعب لا يعتقد أن القادة يستمعون إلى متطلباتهم لتحسين الأوضاع السياسية والوصول إلى التنمية الاقتصادية والحرية. هم يريدون التغيير، ولكن أريد أيضا أنني لا أعتقد أن الجيش في مصر سيتخلى عن السلطة. قد تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة، ولكن الجيش سيبقى القائد أو اليد الخلفية في القيادة، وسيعنى بالأمن والدفاع عن البلاد، ولكن أيضا بالسياسة. أعتقد أن الجيش سيكون مشابها للنظام الذي كان سائدا مع الجيش في تركيا منذ فترة قصيرة، وهذا التصرف أيضا يتماسك مع منظور الجيش لما ستكون عليه مصر. إلى جانب ذلك، ليس من تحالف حقيقي برأيي بين
الجيش والإخوان المسلمين. التفكير أو تفكير الجيش هو أنهم يعتقدون أن التعامل الوثيق مع الإخوان المسلمين يسمح للجيش بمراقبة ما يفعلون لأنهم متنظمين والناس يستفيدون من البرامج التي يطبقها الإخوان المسلمون. وبالتالي أنا الآن أرحب بتأخير الانتخابات لبضعة أشهر للسماح للأحزاب العلمانية بأن تتنظم ولتقول بوضوح ما تمثل وما هو التغيير الذي ترغب به. هذا أمر لا بد منه. عفوا أستاذ بن مائير، يعني أعتقد أنه ميشيل لديك ملاحظة على ما عندما تستمعين إلى ما يقوله. بالنسبة للانتخابات البرلمانية، أنت مع تأخيرة أو لا؟ حتى نكون نستفيد من الوقت المتبقي، أنت مع تأخير الانتخابات البرلمانية؟ نعم، وأنا أنا يعني لي قلق يعني حتى الآن أن المسؤولين اللجنة الانتخابات يعني في مصر ليست جاهزة يعني يعني تدير الانتخابات يعني جيدة، ولن تكون يعني جاهزة لذلك حتى في أكتوبر نوفمبر. فأنا أخشى أن سيكون هناك يعني مشكلات يعني كبيرة في الانتخابات في إدارة الانتخابات. بكلمة مختصرة جدا، كتبتي تقرير عن الوضع الاقتصادي بمصر ويتبين أن الوضع مقلق ومقلق جدا. لا الـ يعني الـ احنا يعني متفائلين بالنسبة للاقتصاد المصري بشكل عام، ولكن هناك إمكانية أزمة اقتصادية في مصر بعد 6 أشهر أو سنة بسبب غياب يعني إمكانية يعني القرارات الجيدة بالنسبة للسياسة الاقتصادية. موضوع سياسة. موضوع سياسة. نعم. موضوع سياسة. توافقين؟ يعني بدي أترك الكلمة الأخيرة لنجيب بس. يا أعتقد موضوع الانتخابات هام جدا، وفعلا زي ما ميشيل قالت مش مستعدين. يعني أنا بشتغل مع القادة اللي بينظموا اللائحة الانتخابية هناك، لحد الوقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما قرهاش يعني، هي دي ناس عملوا فيها شغل ولحد دلوقتي ما اتقريتش وما اتمضيتش. حق الانتخابات، يعني عندي تخشين من الانتخابات اذا حصلت في مواعيدها. طبعا الانتخابات لو حصلت في مواعيدها عليها تيكت واحده، الاخوان المسلمين. نجيب الغضبان معك دقيقتين يمكن او اقل. عدة امور بالنسبه لموضوع الاخوان والعلاقات معنا دقيقه بسوريا. الامر الاول يعني فيما يتعلق بالشان السوري، الاخوان وضعهم متميز لانه خارج البلد لفتره طويله. في المؤتمرات التي جرت تم تمثيلهم مثلا في انطاليا 4 من 31 شخص، هناك حرص شديد على ان يكونوا ممثلين ولكن ضمن اطار معين. الامر الثالث، انا بالنسبه للاخوان اعتقد كحركه في المنطقه لا شك انه اذا صارت انتخابات الان هم الاسلاميين حيفوزوا، ما عليها خلاف. انا المهم بالنسبه لي ايجاد قواعد عادلة للتنافس السياسي، لأنه هذه لحظة ستمر بها المنطقة، وأنا أشك في قدرة الإخوان أو غيرهم على أن يحل كل المشاكل فيفشل، وبالتالي الناس حتختار بدائل أخرى. الأمر الأخير، داخل هذه الحركات في حراك كتير مهم أنا برأيي، وبدأت تبرز تيارات، في تيار شبابي، في تيار ليبرالي، في تيار كونسيرفاتيف محافظ، وأنا في اعتقادي الحرية والديمقراطية هي اللي حتصلح العملية بحد ذاتها، فلا نبالغ في هذا الخطر. الخطر الحقيقي هو الدكتاتوريات، ويجب أن نفعل كل شيء لدعم الديمقراطية. شكرا نجيب الغضبان، شكرا سامية هارس على اشتراكك معنا، وأيضا ميشيل دان. أشكر ألون بن مائير من نيويورك. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن المتابعة لهذه الحلقة من الجهات الأربع، على أمل اللقاء الأسبوع القادم.